هعمل بتر تشيكن هندي، عندي صدور فراخ، دي التتبيلة بتاعتها، عندي كزبرة خضراء، كاجو منقوع مخلوط، زبدة، توابل. اللي عنده كاسوري متي الورق الحلبة ماشي، او لو مش عنده يحط شوية حلبة. عندي توم وجنزبيل، فلفل حار، بصل، عصير طماطم، وشوية كريمة. هتبل الفراخ الأول. عندي الطاجن هنا، تتبيلة الفراخ زبادي وتوم وجنزبيل وتوابل. هتبل الفراخ، وهسيب الفراخ نص ساعة. عندي هنا شوية زعفران نقعتهم بمية سخنة. دلوقتي هنبتدي نقلي الفراخ. عندي هنا زيت حار يعني ساخن، هنزل فيه الفراخ اللي انا تبلتها. بعد 10 دقايق الفراخ استوت، انا هشيلها. هنقص شوية من الزيت واخلي شوية اشوح فيهم الحاجات اللي فاضلة. في نفس الطاوة هحط بصلاية، حط الفلفل الحار، اللي يحب فلفل مفروم يحط شوية جنزبيل وثوم. والتوابل المطحونة. لحد ما تطلع ريحة التوابل. لحد ما تطلع ريحة التوابل. بعد كده بضيف عصير الطماطم. طبعا دي طماطم من غير قشر، انا سلقتها وشلت القشر وعصرتها، واسيبهم يطبخوا شوية عشان الصوص اللي تحت البهريز دي كلها تفك مع الطماطم والبصل وكل حاجة تستوي وتتسبك مع بعض. هضيف قطعة زبدة، وهضيف مية الزعفران، وهضيف الكاجو، وأقلب وأسيبهم برضو يطبخوا مع بعض شوية. آخر حاجة بضيف شوية كريمة. هرجع الفراخ، ياخد غلوة كده مع الصوص لأنه هو مستوي. هضيف شوية كريمة وكده بتر تشيكن خلص. ولما نيجي نقدمه بنزينه بالكزبرة الخضراء. بتر تشيكن خلص.